سارعت في السنوات الأخيرة وتركت بصماتها على الساحة الدولية. في سنة 2016 مجموعة فلسطينية قدرت تتفجر محطة الديمون النووية الإسرائيلية، ما طرح سؤال كبير حول قدرة إسرائيل على حماية نفسها داخليا. أنظن أكثر من هذا، ربما كانت بداية نهايتكم في المنطقة اللي شهدت هزات عنيفة غيرت خارطة الشرق الأوسط وموقف العرب في الساحة الدولية. في سنة 2019 عملية انتحارية في حفل افتتاح مهرجان كان الدولي للسينما اللي أصر على عرض فيلم يشجع الملذات الدنيوية وأشياء أخرى، رفضتها جماعة مجهولة وعبرت عن موقفها بهذه العملية اللي اهتزلها العالم. كانت فرصة للإرهاب العالمي، باقي سجل حضوره في تظاهرة بحجم مهرجان كان بنجوم العالميين اللي يموت واحد منهم تعني الكثير ويعتبروه بشر فوق العادة. يبقى الحدث الكبير في سنة 2028 ببداية ظهور إشاعات حول النيزك اللي راح يسقط على الأرض واللي من المنتظر تكون له عواقب كارثية على العالم، والكل كان يترقب الساعة اللي ينتهي فيها كل شيء. الكثير كانوا يعتقدوا أنه علامات الآخرة كملت واستسلموا لهذا الاعتقاد. كان جريدة أريدان السباقة كعادتها في نشر الفضائح والإشاعات اللي ما لها لا أول ولا آخر، جريدة الأولى اللي انفردت بخبر الليث واللي دخلت في بعض التفاصيل الغيبية والعلمية اللي ما عندهاش علاقة بالحقيقة. من عند انت الصحافة تقول كل شيء غير الحقيقة، ما عندهاش إجابات لا علمية ولا غيرها. التضخيم والتهويل لاعتمادات الجريدة زاد من خوف الناس وانتشرت فوضى كبيرة في طامسيتي، واللي هز راسه للسماء أكثر من اللي يشوف وراه ولا قدامه، وبين اللي طاح وعاود يدق وبين اللي ما عادش قادر على التفكير واللي مصر على الحل عن الأمل. أسئلة كبيرة من نوع آخر كشف ضعف الإنسان في مثل هذه الحالات. ما زاد هو الأمور هو انتشار العرافات في كل أرجاء طامسيتي، اللي جاوا بالساحل الإفريقي وغزاوا المدينة ولا لها كور وسحور وأشياء غريبة ما يصدقهاش عقل. الأوضاع ساءت وكثير راجعوا علاقتهم بالسماء اللي فرضت عليهم يعاودوا يرفعوا لها روسهم.